أهلا وسهلا لكل الأصدقاء والصديقات، يعني تفاعلا مع العديد من المتابعين والأصدقاء والصديقات، وفي إطار المتابعات الدقيقة حول حلقة الأمس محمد العشعاشي الأب الروحي للمخابرات المغربية ما بين 1960 1973، يعني أقدم مجموعة من التوضيحات الهامة التي توصلت بها إجلاء للحقيقة وبحثا عن الحقيقة، ليس إلا وتوسيعا لدائرة البحث. أولا، أن ميلاد محمد العشعاشي بمدينة وجدة، رغم أن بعض المصادر ذكرت القنيطرة، ولكن أغلب يعني المتتبعين أنه من مدينة وجدة، في حين أن أحد الأصدقاء الثقة التامة أنه قال أنه من مدينة، يعني من مواليد مدينة بركان، ولكن المرجح أنه من المنطقة الشرقية وبالضبط من مدينة وجدة، وأن والده كان يملك مصنعا للحيك أو الحياكة. ثانيا، الأمر الثاني أن محمد العشعاشي حاصل على شهادة البكالوريا، يعني بالمقارنة مع الآخرين، يعني مع الدليمي وأفقير والأخ ديالو عبد الحق العشعاشي، وكذلك ساكا، و يعني واحد مجموعة كبيرة من الراعي الأول للمخابرات. يعني محمد العشعاشي كان حاصل لشهادة البكالوريا، مما يعني سمح له بتسلم إدارة الكاب أن بعد 1962، ورغم أن أفقير هو الذي كان يتحكم في كل شيء والدليمي، ولكن محمد العشعاشي يعني بالمستوى الدراسي وثقة الملك الحسن الثاني بعد 62 منحته هذه الإمكانية ليسير هذه المجموعة أو هذه المؤسسة في بدايات تأسيسها. ثالثا، أنه من مواليد 1927 وتوفي سنة 2002، باستثناء صحفي واحد ذكر أن وفاته سنة 2003. رابعا، أنه عاش فترة طويلة بمدينة القنيطرة، ثم كذلك يعني هذه المناطق القنيطرة الرباط الدار البيضاء هي مركز المغرب في هذه الفترة. خامسا، أن شقيقه عبد الحق العشعاشي يصغره وبسنتين على الأقل، وأنه حاصل فقط على الشهادة الابتدائية، وأنه كان عميلا بالكاب وتوفي سنة 2017، وأنه لم يترك لا ثروة ولا أي شيء سوى منزله. سادسا، رفعت العديد من القضايا في المحاكم في المغرب وبفرنسا ضد محمد العشعاشي وعبد الحق العشعاشي بتورطهما في اغتيال الشهيد المهدي بن بركة. سابعا، تلقى محمد العشعاشي تدريبات متنوعة بعد 1960 على يد عملاء من وكالة الاستخبارات الأمريكية. ثامنا، وهذا هو المهم، أن محمد العشعاشي كان قوة اقتراحية داخل الكاب أن، وأنه كان يعد تقارير بشكل جيد، كما أنه كان عقلا يعني استخباراتيا بامتياز، أنه يفكر في الخطط، وأنه يعني حسب شهادة أحمد البخاري أنه لم يعذب أحدا، ولكنه كان هو العقل المدبر للخطط والاستراتيجيات التي كان يقوم بها هذا الجهاز. إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة التفاعلية. أشكر كل الأصدقاء على التوضيحات وعلى على هذه المعلومات القيمة والتاريخية المهمة التي لا تضيف لرصيد القناة إلا مزيدا من التفاعل
وأشكر الجميع على الثقة أننا نريد أن نقدم منتوجا جيدا، نرتكب الأخطاء ولكن نصححها. وسأعود إلى العديد من الحلقات التي توصلت بالعديد من المعلومات المهمة وسأخبر الجمهور بها. كل المحبة والتقدير للأصدقاء وكل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى لقاء آخر بحول الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.